السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأودينس في مشارق الزمين ومغاربه، لا جرم أننا نفعل السامنة ونواجه مشاكل وبرشانيات في ماتر ديننا منذ بهت سالات وسنين، وإسيم داخل معاملة العربية السعودية الحالية، وأمر باقل عظيم ابن سلمان من أكبر رسي الجند العميق والفسق، وأعظم متوال السكس الغليظ والفحش، أيد نراه يجحر سبيل الهدى ويتخذ راست البقار ويأمر بأمر الكبار، وله في أمور المملكة دهاندليات غير خفية، وفي أمر الحرمين يأتي بالقربريات الفاسدة، حتى رضي بكول التاكس والتيترات وأدات الميسر والجوات، وأجاز في الأرض المقدسة الناتش والقانا، وكذلك كما أجاز الناتش والقانا والبينا وبجانا، حتى ألهمه دماغه الخراب على بان الجماعة الدعوة والتبليغ، فكأنه جن وبقل حيث يأتي بمختلف كامات ألتي في مختلف التايبس وشتى الستايلز. وهذا السيتويشن سو مش حيران كن لمن يجزر الزندقيات خارج العرب، ولا علاج إلا الدعاء والبلبلانة أمام الله رون فلانة، لكن لكي يأتي على ديننا حالات أتشي ويهدي ذلك المنحوس إلى سيدها طريق، اللهم آمين.